الحركه راه شويه ماشي كيف موالفه مع هذه الجائحه ديال كورونا عاوتاني ومع المرض اللي داز. الحركه راه سي نورمال غتكون ناقصه شويه. الحمد لله الانسان راه كيتعايش مع الوضع كيف هو. اقبال شويه السلعه موجوده، مي الناس باقي راك عارف الاول ديال رمضان دابا ما يعطيكش راس الخيط. دابا حتى دوز هذيك يومين عاد باش بنادم كيبدا، كاين انسان اللي ما في استطاعتوش دابا، كاين اللي باقي ما مخلصش، كاين اللي بناد الناس مأزمه على حساب الوقت. هذا شنو الانواع التمر اللي عندهم اقبال دابا؟ تقريبا جميع الانواع، كاين الدقله التونسيه، كاين الجزائريه، كاين المصريه، كاين الاماراتيه، كلهم. والاثمنه راه كل حاجه وثمنها، اللي ما بحالوش راه كيتقدى واللي عنده كيتقدى، جميع الاثمنه كاينه. بالنسبه لهاد القضيه ديال انه كاينه تمور فاسده ولا ما عاد قال لك فيها شي مرض ولا داك الشيء، اللي بغيت نوضح للناس تعرف، وهو اي تمر دابا دخل من شي دوله الا ما داش من اللابوراتوار ما كيخرجش، كيدوز في اللابوراتوار في المرصه هو الاول عاد باش كيخرج. ما يمكنش غيكون فيه المرض وغيسيني لك عليه لا يخرجوه لك، من سبع المستحيلات. لابوراتوار ملي كيدوز فيه التمر الا ما كانش بجوده عاليه وجوده مزيانه من المستحيل انه تدوز. ضروري ما كيدوز في لابوراتوار حتى كيعرفوا انه التمر راه مزيان عاد باش كيمكن لك تخرجوا دير الاجراءات ديالك وكتخرجوا. نورمال كدوز مراقبه، كيراقبوا المحلات كاملين، ماشي غير محل ولا جوج، راه كيدوزوا على كل شيء. حيت هذا الشيء راه هذا الشيء عاوتاني باش تعطي لنا شي حاجه فاسده ولا سميتو راه كيعاقب عليها القانون. شي حاجه فاسده ما خصهاش تدور عندك هنا، تعطي الناس الجوده وتعطيهم حاجه مزيانه، ما تعطيهمش شي حاجه اللي هي غادي تضر بهم. سي نورمال كان على كان تضرر، سي نورمال ماشي غير في القطاع ديالنا، جميع القطاعات كانوا تضروا من هذه الجائحه هذه، ولكن الحمد لله حنا كنتعايشوا مع الوضع كيف هو. وين الصروف؟